الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أحبتي الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم في إطار حديثنا السابق خلال الشهر الماضي عن السلاسل الزمنية، أقدم هذا النموذج وهو ما يسمى النموذج ذاتي الانحدار المشروط بعدم تجانس التباين، أو أوتو Regressive Conditional Heteroscedasticity Model هو ARCH، يختصر بالARCH، وعلى بركة الله نبدأ. توسعت نماذج السلاسل الزمنية القياسية ومنها هذا النموذج اللي هو الARCH أو ما يسمى بالنموذج ذاتي الانحدار المشروط بعدم تجانس التباين، منها هذا النموذج الذي سأختصره تحت مسمى ذال حاله ذاتي الانحدار وعدم تجانس التباين. طبعا أربعة أحرف بكفينا. يقصد بمصطلح عدم تجانس التباين المشروط فيه أن التباين يتغير بين المواسم. طبعا تباين ماذا؟ تباين السلسلة الزمنية وخاصة بين المواسم. طبعا إذا قمنا بتقدير أي نموذج قياسي للسلسلة الزمنية سينتج ذلك ما يسمى بالبواقي أو الريزيجوال. هذه يعني التباين لهذه الأخطاء لن يكون ثابتا، مقصود فيه أي تذبذب قيم السلسلة بين المواسم، فيكون التذبذب منخفضا في بعضها وحادا في أخرى، ويعود الجزء ذا حاله ذاتي الانحدار الأوتوروغراسيف بارت يعني إلى أثر تذبذب قيم الخطأ على بعضها بعضا بين المواسم، وهذه القيم هي البواقي الناتجة من تقدير النموذج الذي وظفه الباحث أو نوظف مثلا، وهذه الحالة تسمى في أدبيات النموذج volatility اللي هو تذبذب، وكل يسموها low volatility أو high volatility اللي هو تذبذب القيم خاصة بسوق أسعار الأسهم والسندات، أسعار الفائدة، حتى GDP أو أسعار النفط وما شابه، فبتكون volatile المقصود فيها تذبذب في بعض المواسم وتنخفض يعني الفولاتيليتي تبعها أو تذبذبها في بعض المواسم الأخرى. في سبيل توضيح ذلك دعنا نتأمل بالصورة البيانية البواقي منها. هذه الآن الصورة البيانية، هذا الـ E sub T اللي هو البواقي من تقدير معين. لاحظوا لي هنا استقرار البواقي، ثم ارتفعت بشكل كبير، انخفضت ثم ارتفعت ثم انخفضت ثم ارتفعت انخفضت، لكن لاحظوا لي تقريبا الفترة اللي اخترتها أن يكون هذه مساوية لهذه، ثم انخفاض استقرار يعني مقطع آخر، ثم ارتفاع وانخفاض هنا، أي بمعنى آخر بأن هناك تذبذب وريث العادة بين المواسم، ربما يكون هذا الموسم في فصل الربيع، هذا الخريف، أو هذا الصيف الأول الصيف الثاني وهكذا. نتابع على بركة الله. يستخدم هذا النموذج في تحليل كما ذكرت ونمذجة التذبذب في السلسلة الزمنية من أجل توظيفها في التنبؤ بالتذبذبات المستقبلية، وعادة ما يوظف خبراء التمويل (finance expert) في سوق الأسهم والسندات (exchange market) هذا النموذج للتنبؤ بالمخاطر الممكنة (potential risk) هذه في عملية بيع وشراء الأدوات التمويلية الأسهم والسندات وما شابه. يمكن للمحلل بواسطته بواسطة الارش أو ذال حال وذاتي انحدار عين تاء اللي هو عدم تجانس التباين، هذا النموذج يستكشف مواسم التذبذبات العالية أو المنخفضة بأسعار هذه الأدوات. وليس غريبا أن يوظف الاقتصاديون مثل هذا النموذج في فهم طبعا تذبذب طائفة واسعة من المتغيرات الاقتصادية مثل الناتج المحلي، أسعار الفائدة أو أسعار الطاقة حيثما كان ذلك ممكنا. ومن الأمثلة على هذه أو هذا الشكل عفوا هذه الأشكال أو شكل من السلاسل الزمنية أسعار الطاقة بين المواسم أو فترات ارتفاع وانخفاض أسعار الفائدة الناتجة عن توقعات معينة لقوة عملة ما كالدولار والجنيه الاسترليني، أو تذبذب أسعار المعدن النفيس أو المعادن النفيسة كالذهب تباعا لتذبذب أسعار الأصول الحقيقية الأخرى. عادة ما تتجمع هنا أرجو الملاحظة كما بيّن قبل قليل بالرسم البياني، تتجمع قيم البواقي المرتفعة في فترات متقاربة وتتجمع القيم المستقرة في فترات قريبة. دعوني أرجع بسرعة على هذا، لاحظوني هنا
هذه الاستقرار هنا أو التذبذب القليل جدا تجمع مع بعض البعض. التذبذب العالي كان متجمع في الفترة يعني فترات متلاحقة هون، ثم انخفض ثم ارتفع وهكذا. هذا المقصود بالتجمع اللي هو يعني concentration of focus. فهنا تجمع قيم البواقي مرتفعة في فترات متقاربة وتجمع القيم المستقرة في فترات قريبة، لأن الصدمة في فترة ما يعني بمعنى آخر إذا حدثت صدمة اقتصادية ارتفعت أسعار النفط أو انخفضت أو هذه بيكون لها آثار تبعات في المستقبل، لكن تتضاءل حتى تستقر ثم تأتي صدمة أخرى وهكذا. فهنا عندنا وتتجمع القيم المستقرة في فترات قريبة لأن الصدمة في فترة ما تؤثر في القيم اللاحقة إلى أن ينتهي أثرها فتستقر السلسلة، ثم تبدأ دورة الصدمة الأخرى فتؤثر في قيم السلسلة اللاحقة لكن أثرها ينخفض حتى تستقر السلسلة وهكذا. ولهذا السبب تدخل عبارة أو عبارات ذاتية الحبار اللي هو AR الأوتوروغراسيف هنا إلى النموذج، وتعمل هذه المعلومات كإشارات سوقية. هنا سيجنال كما يقول الاقتصاديون أن التذبذبات هي عبارة عن إشارات أو سيجنال إلى المتعاملين من أجل ألا يحتفظوا خاصة طبعا بأدوات التمويلية لفترة طويلة أو فترات طويلة. على الرغم من أن الاقتصاديين يعترفون بوجود تذبذبات في البيانات الاقتصادية، لكنهم كانوا ينظرون إلى هذه التذبذبات ينظرون إلى متوسطها ويعتبرونه مستقرا إلى حد ما. أما هذا النموذج فيمكن القياسي من التنبؤ بما وراء فترات تجمع التذبذبات. توصيف نموذج اللي هو ذاتي الانحدار عدم تجانس التباين الارش كما نسميه باللغة اللاتينية. لنفترض بأننا قدرنا معلومات سلسلة زمنية، هذه واي سلسلة زمنية تحتوي تذبذبات تستقر حول قيمة معينة في بعض الفترات المتقاربة، ثم تأخذ قيمها بالتذبذب العالي بالقيم السالبة أو الموجبة لفترات أخرى كما بيّنت في الرسم البياني قبل قليل. وكان النموذج الذي استخدمه الباحث، افترض أنه الباحث الآن استخدم نموذج AR اللي هو ذاتي الانحدار أو وسط متحرك MA أو أي شكل آخر. من أجل توظيف نموذج اللي هو الارتش هذا ذاتي الانحدار عدم تجانس التباين، نقوم بحساب البواقي الناتجة عن التخدير، أي حساب هذا هو هاي البواقي الآن إيه؟ هاي طبعا سبتي تساوي الفرق بين القيم الفعلية، هذه القيم الفعلية وهذه القيم المقدرة. كما ذكرت تشكل من هذه العملية البسيطة سلسلة البواقي، هذه البواقي سلسلة. وإذا تذبذبت قيم البواقي مثل ما وضحنا في الصورة البيانية السابقة أو ما يشابهها، فإذا نموذج ذا حا عين تال هو ذاتي الانحدار عدم تجانس التباين قد يكون مناسبا للسلسلة واي سب تي. إذا لاحظوا التذبذب العالي ثم المنخفض لسلسلة البواقي. نتابع. يشبه نموذج ذاتي انحدار عدم تجانس نموذج ذاحة كما ذكرنا يعني اللي هو AR أو ذاتي انحدار من حيث اعتماد تقديره على درجة المتأخرات المستخدمة في التوظيف. فمثل ما تحدثنا عن ذاحة من الدرجة AR اللي هي P، سنتحدث عن نموذج ذاحة عين تا من الدرجة P. تشتق الصيغة الرياضياتي نموذج كما يأتي. هذا الآن the variance أو ما يسمى التباين الأخطاء اللي هي البواقي تساوي سيجما سكوير طبتي وتساوي لاحظوا لها هلا ليس ثابتا، هذا عبارة عن دالة خطية A صبنات ألفا صبنات زائد ألفا صبوان في مربع أو اللي هو عفوا التباين البواقي في الفترة السابقة. إذن هذا ليس ثابتا، أي أن تباين الخطأ يصبتي في الفترة هو دالة خطية في تباين الخطأ في الفترة السابقة اللي هو البواقي المقصود بالخطأ هنا، وهنا المقصود بها البواقي. فإذا كان تباين الخطأ أي تذبذب الخطأ يعني بمعنى آخر الآن هذا هو الفوليتيليتي التذبذب، هذا هو الفوليتيليتي في الفترة السابقة. طبعا إذا كان تباين الخطأ أي تذبذب الخطأ في الفترة T sub 1 اللي هي السابقة عاليا، فمن المحتمل إذا كان هنا عاليا فمن المحتمل أن يكون عاليا في الفترة اللاحقة. وإذا كان تباين الخطأ أي تذبذب الخطأ في الفترة T ناقص 1 منخفضا، فمن المحتمل أن يكون منخفض محتمل ونا محتملة أن يكون منخفضا في الفترة اللاحقة T وهكذا.
يكتب نموذج ذاتي انحدار عدم تجانس التباين من الدرجة الأولى بالصيغة الآتية. هذه الصيغة اللي هو الارتش اوتو ريجريسيف كونديشنال هيتروسكيداسيتي من الدرجة الأولى اللي هو اي سب تي تساوي هذه دبليو سب تي هذه وايت نويز نسميها احنا او سيرورة ازعاج سيرورة عشوائية من النوع الازعاج الابيض بمعنى اخر انها مستقرة. في الجذر التربيعي الى الفا لحظوني قبل قليل ذكرنا هنا النموذج نعود له هذا النموذج هنا استعضنا عن هذه بإي وهنا بإي تربيع لكن تحت الجذر فهنا النموذج هكذا لاحظوا لي أنه إي سب تي تساوي دبليو الإزعاج الأبيض هذا اللي هو مستقر مضروب في الجذر التربيعي إلى ألفا ناقص زائد ألفا واحد في إي سب تي ناقص واحد بس الكل تربيع زائد طبعا هون الإبسلون خارج هذا اللي هو الخطأ في القياس أو الراندوم إيرور هنا حيث تمثل W سب تي كما ذكرت سيرورة عشوائية صافية أو ما يسمى إزعاج أبيض white noise. أما شكل نموذج ذا حاعين تا ذاتي انحدار عدم تجانس من الدرجة الثانية على سبيل المثال فيكتب كما يلي الآن هذا arch 2 يعني هنا واحد هنا اثنين اللي هي E سب تي تساوي W نفس الشيء اللي هو الإزعاج الأبيض لكن لاحظوا أنه هنا كان فقط T سب ناقص واحد هنا عفوا سب تي ناقص واحد هنا سب تي أضفنا لها هذه ألفا تو في اي تربيع طبعا سب تي ناقص اثنين اللي هو الفترة اللاحقة زائد الإبسلون اللي هو الراندوم إيرور ما نلاحظه منطقيا في هذه الصياغة بأن القيم العالية للتذبذب اللي هو تباين الخطأ بلوتيلتي تؤدي إلى جعل قيمة الجذر التربيع عالية يعني إذا كانت هذه الآن هنا في يعني ارتفاع بالتذبذب هنا ارتفاع بالتذبذب ستكون قيمة هذه مرتفعة حتى لو حطينا تحت الجذر وعندما تكون هذه منخفضة ستنخفض هذه حتى إذا آلت للصفر هذا تؤول إلى الصفر لأنه مضروبة لاحظوني نتابع سنتحدث في هذا الآن ما تبقى اللي هو عن نموذج ذاتي انحدار عدم تجانس من الدرجة الأولى فقط Arch 1 فقط بدون إضافة عبارة خطأ عشوائي لأن ما يجري عليه يجري على النموذج من درجة أعلى هاي الآن يعني حبيت بس أوفر بالوقت لأضع الإبسلون هنا فهي E سب T تساوي W سب T اللي هو الوايت نويز هذه الإزعاج أو السيرورة عشوائية محضة مستقرة مضروب في الجذر التربيعي إلى ألفا نوت زائد ألفا وان في E تربيع سب T ناقص واحد طبعا هذا النموذج هذا نقوم بتربيع طرفي الدالة فتكون النتيجة كمان لاحظوا لي الآن قمنا بتربيع هذا الطرف فإذا بتربع الطرف الأيمن إذا إي تربيع أصبحت الآن تساوي هذا يذهب الجذر لأنه هذا جذر التربيع عندما نربعه فتعود الصيغة كما تحت الجذر بدون لكن قوة الهينس فدبليو دبليو تي تربيع دا اللي هو دا مضروبة في هذه إذا فكينا القوس يعني بدخل الآن دبليو تربيع صبتي على الكل فبصير ألفا ناط دبليو تربيع صبتي تساوي ألفا 1 دبليو تي دبليو تربيع تي مضروب في اي تربيع للفترة السابقة كما هو تحت الجذر هنا لكن الآن بدون جذر نقوم الآن بحساب دالة الارتباط الذاتي أرجو الرجوع إليها ودالة الارتباط الذاتي الجزئي لهذا الآن مربع البواقي ثم نحلل صورة الارتباط لها وبناء على صورة الارتباط نحدد عدد المتأخرات لذاتي الانحدار الداخلة في النموذج لكن طبعا اخترت الآن مثال ومثال حقيقي هذا يحتوي الجدول أدناه بيانات فعلية على سلسلة عن طبعا سلسلة أسعار الفائدة R sub T من في الأردن هاي الآن أسعار الفائدة هذا الجدول لاحظوا الآن من سنة 96 إلى 2007 هذه القيم ثم الآن من 2008 إلى 2020 فلاحظوا السلسلة الطويلة نسبيا هذه أسعار الفائدة هذا العمود وهذا العمود هذا الآن سبحان الله انظروا إلى التذبذب بين مثلا 2000 إلى 2005 كان الآن في ارتفاع ثم بين 2005 إلى 2010 كان في ارتفاع ثم بين 2010 إلى 2015 كان في ارتفاع لاحظوا لخمس سنوات خمس سنوات سبحان الله وبالتالي هنا
يعني هاي السلسله تلفت الانتباه، ما يعني اننا يجب علينا ان يعني نظن بانه الارتش موديل او النموذج الذاتي انحدار المشروط بعد الزواج ينطبق عليه، لكن قبل ان 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 نتاكد من ذلك نقوم بما يلي الان. الخطوه الاولى تقدير معلومات نموذج الذاتي انحدار من الدرجه الاولى فقط AR1 الان من غير جنوح بسموه without drift، ها من غير جنوح. شكل النموذج كما هو طبعا شكل النموذج هنا اؤكد على انه اختيار الباحث، لكن كانت تقدير النتائج قمنا بتقدير يعني هنا هذه البيانات قمنا بتقدير AR بس من الدرجة الأولى، فكانت الآن النتائج كما يلي: R sub T تساوي 0.772، إذا هاي متوافقة مع النظرية حولي أقل من واحد بالقيمة المطلقة، والـ R square عالي نسبياً 0.71، وبالتالي الآن نحسب البواقي، هاي T لهذه القيمة يعني مرتفعة، وبالتالي الآن الخطوة الثانية نحسب البواقي الناتجة من هذا التقدير AET، وذلك بواسطة الصيغة التالية، أذكركم RT ناقص RT hat، أوكي؟ فكانت الآن طرح البيانات المقدرة بيانات فعلية، فكانت النتيجة السلسلة مثل ما موضح في الجدول. هذا الآن لاحظوا لي هاي لأنه طرحنا واحد منها، أوكي، بيعتمد بمعنى آخر أنه RT تعتمد على RT ناقص واحد، فهنا التقدير هنا الفرق بيناتهم هاي تكملة، فطلع عندي السلسلة التالية هذه ثم هذه، هاي أخذت الشكل التالي. هاي الآن هذه اللي هي E sub T، هون نفس الإشي A sub T، فهذه الآن سلسلة تذبذب واقعية، فلاحظوا التذبذب يعني، وبالتالي الآن نستطيع أن نطبق الأرتش موديل أو ما يسمى النموذج ذاتي الانحدار المشروط بعدم التجانس. الخطوة الثالثة نلاحظ من تذبذب الواقع بأن النموذج ذاتي الانحدار عدم التجانس قد يكون مناسبا. نقوم الآن بتربيع البواقي ثم حساب دالت الارتباط الذاتي ودالت الارتباط الذاتي الجزئي وفحص صورة الارتباط. هكذا عندما وضعتها على برنامج إيفيو كانت دالت الارتباط الذاتي للبواقي، دالت الارتباط الذاتي الجزئي للبواقي، لاحظوا لي أنه كل المتأخرات لا ليس لها أهمية إحصائية إلا المتأخرة الأولى The first lag. بما أنه نتحدث هنا عن ذاتي الانحدار اللي هو progressive، وبالتالي بختار يعني هذه القيمة اللي هو أنه أول lag، إذا بعتمد هنا إذا AR1 أو اللي هو Arch1 كما ذكرنا. إذا الآن ما يعني بناء على صورة الارتباط الذاتي بأن النموذج المناسب هو ذا حيان إيتا ذاتي انحدار عدم التجانس من الدرجة والأي الآن Arch1 تساوي تربيع سبتي، طبعا إي سبتي لكل تربيع تساوي ألفا ناط دبليو كما ذكرناها قبل قليل، دبليو تربيع زائد الآن ألفا 1 في دبليو تربيع في إي تي سب ناق يعني سب تي ناقص واحد تربيع زائد الإبسلون، هذا بنشطب الآن مع التقدير. كانت النتيجة كما يلي، هاي النتيجة التي توصلنا إليها، إنه مربع أسعار الفائدة يساوي 1.5251 زائد يعني تقريبا نصف القيمة السابقة. R square كان 26% في الثلاثة الزمنية، على فكرة هذا لا يهمنا كثير، وهاي الآن T value هذه تقريبا يعني منخفضة لكن هذه مرتفعة نسبيا، وطبعا تشير نتائج إلى أن أسعار الفائدة في الفترة الحالية تعتمد على نفسها في الفترة السابقة بمقدار النصف تقريبا على الأقل خلال الفترة التي غطاها النموذج، الفترة أو الفترات التي عفوا غطاها النموذج. هذا الآن الشكل البياني سبحان الله، هذا اللي هو المنحنى المتعرج البني هو البيانات الفعلية، والبيانات المقدرة هو المنحنى المتعرج الأزرق. لاحظوا لي كيف التماثل بين السلسلتين. أكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع، راجيا أن أكون قد قدمت الفائدة لكم أحبتي جميعا، وإلى لقاء آخر قريب بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.